السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أشارك معكم الفيديو هذا اللي غنزرع فيه الجزر بطريقة صحيحة. كما كتشوفوا هاد البقعة الأرضية هي صغيرة، دابا كنسدوها بسماد القهوة. هانتوما هذا سماد القهوة، جي انا ما متوفرش عندي السماد ديال الغنم وديال البقر، جبت سماد ديال القهوة غنخلطو مع التربة اللي عندي كما كتشوفو. انا غنزرعو بودرة الجزر، عملية سهلة مكتطلبش بزاف ديال الوقت. ثم كما كتشوفو كنعطيو على الأرض هذه واحد الحوض صغير، تانتوما في المنزل ديالكم ما عندكم شي سطل ولا شي حاجة ولا شي كوربة، يمكن لك تزرع فيها هاد الجزر، يعني خيزو كما كنقولو حنا خيزو. جبنا الزريعة ديالو ان شاء الله كما شاركت معكم الفيديو ديال القصور، حتى هو فحالو فحال المعدنوس فحال اي حاجة. نتوما كتشوفو الخطوط، حتى هو نديرو ليه خطوط. كنشوفو حيدو هاديك ونجيبو العتلة صغيرة، هانتوما كما كتشوفو دور. انا كندير خطوط طويلة وغنزرعو في هاد الخطوط هادي، من بعد غندير عليه التراب بحالو بحال القصبة. عملية جد سهلة. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، تابوناو عندي فلاشين ديالي، تخليو ليا جيم وتخليو ليا التعليقات ديالكم. انا كيعجبني نخدم في الارض بلا شي حاجة في رجليا، كتعطيني الارض واحد طاقة ايجابية. واخا عندي بعض الاحوات يكون فيهم الجاج داكشي، ولكن الحوض ديالي انا ما قيمة فيه لا جاج لا والو. انا كنسهر بعض المرات فين انا هكا داير شبي، الحمد لله ما عندي ما المعدات ديالي بوط، عندي مسائي، ولكن انا كان كيعجبني نتمشى بدون حذاء. هانتوما كما كتشوفو الارض هادي حوض صغير أزرع فيه زراعة الجزر. الجزر معي إن شاء الله غنزرعو، تا هو غنديرو ليه ميكا. هانتوما كما كتشوفو هذا هو الجزر، تا هو راه جبت منو تقريبا واحد 5 دراهم من عند مواد الفلاحة اللي كاين في البراهمة مدينة سالا عند عمر السلام، اللي رجل طيب اللي إلا مشيتي عندو ما يردكش شحال ما بغيتي يعطيك يعطيك. والزريعة عندو تبارك الله جيدة وجديدة، تبارك الله عندو فيها البركة. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، تابوني على هاد الفلاشين ديالي. هادي الدودة اللي تتقطيع من بعد ما حصلت واحد الدودة هي شتيها، هادي هي الدودة اللي كتخرج على الغرف، لقيتها فوق واحد الورقة. هاي ماشي كتحرك هاد هاد الشي هادي اللي كانت عندك في الجردة ديالك، ما تخليك حتى ورقة. هادي صعيبة هاد الدودة هادي، هاي راه مشكلة. أنا حارب توا الدودة هادي إلا كانت عندك في المزرعة ديالك راه ايه
قرص الرحم على داك الغرس اللي عندك. هذه كنداويوها راه كيما شاركت معكم واحد الموبيل ديال الشيح كنشدوه كنجيبوه كنطيبوه كنغليوه مزيان كنصفيوه تنكبوه على الارض ديالنا. داك الدود كاع اللي كاين كيطلع تيبان كيموت على خاطر. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا انتما درنا استيرات تا هو كنديرو استيرات وكان ما كنفوتوش فيه تقريبا واحد جوج سنتيم ولا ثلاثة باش يبقى الفوق. من بعد كنديرو ليه التربة فحالو فحال اي بودرة اخرى انتما كما كتشوفوا. ولكن هو مي كيكبر خصك تبعدو على بعضياتو، هو مي كيدير الراس خصك تبعدهم ما بين الجزر والجزر خصك تخلي واحد 10 حتى 15 سنتيم حيت تيبغي كيطلق العروق ديالو. دابا واخا تزرعو مشابك ماشي مشكل، ولكن مي كيكبر ضروري خصك تبعد كل ما بين الجزر والجزر تخلي واحد 10 سنتيم 10 حتى 15 سنتيم جمع كما كتشوفو. العملية ما كتاخدش الوقت بزاف، عملية سهلة، كتكون عندك ديجا الأرض نتايا خادم معاها ومسمدة وكتجي كتزرع الحمد لله. ولا عندو شي سطال ولا شي بانيو يزرع فيه هاد الجزر هذا راه تيصدق، وتغطيه بالوي كامل الفوق تسقيه وتغطيه. من بعد 20 يوم تحل عليه المي تبارك الله تينوض كيدير الوريقة تا هو ديالو كيطلع الشجرة ديالو نتوما كيما كتشوفو. زراعة الجزر، زراعة بودرة الجزر في عالم رشيد والزراعة نتوما كيما كتشوفو. عملية سهلة، نتمنى كل واحد يدير بحال هكا. ماشي ضروري يكون عندك الأرض، ضروري هي واحد صندوق ولا بستيلية ولا بانيو ديال ميكا عندك متقوى ولا شي حاجة بلا ما تلوحو. زرع فيه، دير فيه التراب، دير فيه السماد، دير فيه هادي وزرع فيه بودرة الجزر كما كان. عملية سهلة جدا. ها نتوما دوك البودرة ديال الجزر اللي درت كندردر عليها داك التراب نتوما، من بعد غنسقيو حتى هو. ما نعطيوهش الماء بزاف، ديجا أرض راوية عندنا نتوما كما كتشوفو. من بعد ما سقينا الأرض ديالنا غنجيبو تا واحد الميكا وغنغطيه تا هو باش يبقى فوق نتوما كما كتشوفو. ولا كتشوف الميكا ولا عندكم براش ولا إزار، المهم نزمتو تا هو باش كيبقى سخون في التربة و تيخرج الوريقات ديالو. بعد تقريبا واحد 20 يوم تحيد عليه هاد الميكا هادي كيتنفس و كتبقى الأرض رطبة راوية هانتوما كيما كتشوفو. منخليوش البرد فين يدخل في الميكا باش ما يخمجوش، وراه ما كيتحملش البروده كيبغي السخونيه. فعلو فحال القزبور والخص، هي مي كيكون زريعه اما مي تيدير الورده ديالو. من بعد تتحيد ليه، تتحيد ما كتحيدليش الجدر، كتحيد له كتقصو وكيتبقى
تيوقع العرق ديالو. انتوما كما كتشوفوا هاد الميكان اللي درت رانا كنغطيها بالتربه، ما نخليوش شي بلاصه منفسه باش ما يخمش لينا بودره الجزر. انتوما نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتابعونا عندي في لاشين ديالي اللي بغا شي استفسار شي حاجه ولا خاصه شي حاجه في الزريعه ولا في اي حاجه مرحبا. التليفون ديالي راه كاين في القناه، ادخل عيط ليا مرحبا في اي وقت. يعني حنا هادشي هذا راه تنديرو غير هوايه، ماشي باش نبيعو فيه ولا نشري، كنديرو هوايه كن منا شي حاجه كناكلوها شي حاجه كنصدقوها. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. الأراضي على حساب الزوج والطيور كينقبو لنا، كيما كتشوفو الزراعة لي درنا. هاد العلامة هادي كتكون بزاف في الأراضي وكتكون في الفيرمات، أنا درتها حيت كيجي داك الطيور كينقبو لنا الزريعة، كينقبو لنا داكشي لي زرعنا كينقبوه كامل كياكلوه. وانا دابا راه درت ليهم هاد العمليه هادي، هي بحال واقف شي راجل تمايا بحال الخيال. نتوما كما كتشوفوا الضيعه ديالي عالم رشيد والزراعة، هادو الاقلام اللي كنت زرعتهم تبارك الله، وما راه عريتهم اليوم راه دارو وريقات ديالهم. نتوما كما كتشوفوا باش تعرفوا بان الزراعه ديالي راه كتنجح الحمد لله على كل حال. هذا من فضل ربي. هانتوما هاد العلامة، هذا خيال، هاد الخيال هذا تيشوفو الطيور تيهربو ولا الزوج. راه الأكثرية تياكلو لنا الزريعة مع مخا خضرا، كينقبوها لينا. هانتوما كيما كتشوفو الضيعة هادي مازال ان شاء الله مزيان، مازال الأحواض هادو اللي درت. هانتوما كيما كتشوفو كل حاجة قادة الحمد لله على كل حال. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هدا، تابعونا عندي في لاشين ديالي. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله.